اهلا بكم في درس جديد. درسنا النهارده طبعا سهل ولذيذ زي كل درس، بس النهارده الدرس بتاعنا مسكر شويتين. ايه رايكم النهارده مع بعض نعمل البسبوسه اللذيذه اللي كلنا بنحبها؟ طعمها في البيت احلى من الجاهزه. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. في بوله هنحط 3 كوبايات من دقيق السمين وكوبايه ونص من السكر. في حل على النار هنحط كوبايه الا ربع من الزبده السايحه وعليهم معلقتين كبار عسل نحل، هنسيبهم لحد ما يسخنوا. هنضيفهم على خليط السميد والسكر ونقلب. هنقلبهم بمعلقه ونراعي واحنا بنقلب ما نضغطش، احنا عايزينهم يختلطوا من غير حبايه السميد ما تدوب. مكان السمنه والعسل هحط كوبايه من الميه وربع عشان اسخنهم شويه، وهضيفهم على الخليط وهقلب برده، مش عايزه اضغط عشان حبايه السميد ما تدوبش. تقليب خفيف لحد كل ما يختلط. هنجيب صينية هندهنها بالسمنة أو بالطحينة اللي تحبوه. هنصب فيها خليط البسبوسة اللي احنا عملناه ونزينها بمكسرات أو بسوداني أو من غير حاجة خالص، المهم تكونوا مبسوطين. هندخلها فرن على درجة 180 في الرف الوسطاني، وياريت نحط من تحت صينية فيها مية علشان تعمل بخار. البسبوسة المفروض وشها يحمر بس من تحت تكون لونها فاتح. دخلت البسبوسة الفرن، على طول هنحط الشربات على النار. بعد ما هنحط الشربات على البسبوسة هندخلها تاني الفرن لمدة دقيقة ونطفي الفرن. شفتوا البسبوسة سهلة ازاي؟ ما تنسوش لما بنحط العسل والسمنة وهما سخنين بنقلب من غير ما ندعك، عايزين حباية البسبوسة تفضل السميد تفضل سليمة، ولما بنحط المية برضو بنقلب من غير ما ندعك. وما تنسوش الحلة أو الصينية اللي فيها مية جوه الفرن عشان تعمل بخار والبسبوسة تحمر من على الوش. لو عملت كل الخطوات دي أكيد البسبوسة هتطلع جميلة، وما تنسوش تعملوها بحب، واستنوني في درس جديد. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.